الكثير من الأسئلة تتناسل عن ثروة الملك الحسن الثاني واحتلاله مراتب متقدمة عالميا، كما تشير مجلة فوربس الأمريكية المتخصصة في ترتيب الأثرياء في العالم. لكن كما هو معروف عن ثروة الملك الحسن الثاني في الداخل والخارج والعديد من المشاريع الاقتصادية العملاقة والمتنوعة، هل كان يتوفر على غرفة موصدة بالطابق الخامس حيث كان يقطن مكدسة بملايين الدولارات؟ هذا ما نحاول تبيانه في هذا التقرير التاريخي. ابقوا معنا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى. بداية، في الطابقان السفليان في الطابق الخامس بالقصر الملكي بالرباط، حيث قلما كان ينزل الحسن الثاني، هو فضاء مخصص للخليلات ولأم الأمراء كما تلقب زوجة الحسن الثاني ما دام أن لقب الملكة غير موجود في المغرب. تتوفر لطيفة على إقامة شاسعة يمتد على مدى الطابقين، وبجوارها نحو 30 استوديو مجهزة بشكل جيد، حيث تقيم محضيات الحسن الثاني والممرضات الفلبينيات الشابات اللواتي منحهن له الرئيس الفلبيني السابق فيرديناند ماركوس، وكذلك مدلكات الحسن الثاني وهن من أصول كورية أو يابانية. كل الاستوديوهات متشابهة، غرفة نوم وبهو بأرائك صغيرة وصالة حمام وقاعة استقبال، وثمة صور موضوعة كديكور للحيطان. لا يتعلق الأمر بصور أفراد الأسر اللواتي تركناها خارج القصر، فهؤلاء لا وجود لهم، حيث تنقطع أي صلة لهم بها عند اختيارهن العيش في ظل الملك، بل بصور رسمية لهذا الأخير وهو في هيئة ملكية أو محاطا بأفراد أسرته. وكل نسوة الحريم مطالبات في حالة مرافقة الملك في أصفاره بأخذ تلك الصور معهن لو تعلق الأمر بأيقونات ثمينة. وفي الأسفل تمت العديد من الحجرات المقفلة التي تستخدم كمستودعات، مخازنة لألبسة القفطان، زي نسائي مغربي تقليدي، وفساتين الدهور الطويلة الخاصة بالنساء، ومستودعات قمصان وأحذية الملك المصنوعة كلها على المقاس بإيطاليا، ومخزن خشب الصندل الذي يعتبر القصر أكبر مستهلكيه. وهناك في الأخير مخزون الأوراق النقدية المقفل بطريقة غرفة موصدة كأنها بنك مصفح، وتم بداخلها خزانة حديدية مصفحة كوفر فور تتوفر على رزم من العملة الفرنسية والسويسرية والألمانية والدولار والإنجليزية، مرتبة بعناية في أكياس بلاستيكية، والمجموع بعدة ملايين الدولارات. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.